تمام. بس مفيش خطاب رسمي راح من نادي الزمالك عمرو، مفيش خطاب رسمي راح من نادي الزمالك لاتحاد الكوره بهذا الشأن او بهذا المعنى. الزمالك اصدر البيان، هو اصدر لكن ما ارسلش للجنه الخماسيه شيء صح؟ اه حتى اللحظه دي، لحد اللحظه دي مفيش خطاب رسمي. عمرو بسعد بوجودك معايا، بتقول لي